شجرة من القرن الرابع اتا ديروا سيدفيرتا بافيكا اسمها شجرة مار إفرام السورياني اتا نزيفايسا مار إفرام قصتها ان مار إفرام جي هنا عشان يزور أم ببشوي في المغارة اللي كنا فيها مار إفرام زيست ريخل اشتو بي باسيتيت فيسي بيبو كيليو ساب العصاية بتاعته هنا لان كان في تقاليد رهبانية برضو ان ما ينفعش راهب يقابل راهب اقدم منه وهو ماسك عصاية يقولنا بتاب اللي ديك تبايو فالكو بتابوش نو فناشة تراديسي ني فالوجنا فايتي سبايو فالكي ستارشمو ستارشمو نوجنا يو استابت فهو ساب العصاية هنا ودخل يزور الانبا بشوي في المغارة بعد ما خلص الزيارة ربنا حب يبين قداسته لرهبان المكان نو قداسة كونشيل سبيزيت بوغ حتيل باكازات دو ايتا سبيتوي فاللي حصل ان العصاية بتاعته ابتدت تظهر وتفرع وبقت شجرة كعلامة من ربنا على قداسة القديس مار إفرام السوري هو قاعد جوا في الوقت ده استعمل نو تاك كده بيشم تو باكازات Это палка наша разделение. За это время, когда он там... Да. Там, да, в القرن الرابع, يعني شجرة دي عمرها أكثر من 1600 سنة. И вот ее возраст 1600 лет. شجرة تمر هندي. تمر هندي. Он дает такие-то... تمر هندي. اون اتي بلادي اني ديلوت ناس دا وبتنتج لغايه دلوقتي بالرغم من انها من القرن الرابع يعني عمرها 1600 سنه دوسفور انا ديوت اورجاي تمر هند ده تبع تاكوي دا когда там были здесь они были помните мы были они были они их выпустили в пищу ايوه بتاكل تمر هند اه بيتغلي زي المشروب كده درينك اون اوتشن его как бы воду кипятят и пьют как очень хороший чай. Как из компот с него делают. Ну это из акации, да, род акации. Анва аль акация, ма арафши нуа аль шаджара. Зай каркаде кеда. Айо, как каркаде, как ну дерево просто. Как моют, как акация.